جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد 118 عنصرا إجراميا ومصرع 17 عناصر آخرين بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة المنوفية والغربية والدقهلية والشرقية والإسماعيلية السويس وبني سويف وأسيوط سوهاج والأقصر وأسوان، عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات والسابق اتهامهم في العديد من القضايا: قتل، سرقة بالإكراه، الخطف، الإتجار بالمخدرات، حيازة أسلحة نارية وبيضاء وغيرها من الجرائم، والمحكوم عليهم بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد. وضبط معهم 95 قطعة سلاح ناري، من بينها 2 رشاش جرينوف، رشاش هيكلر، 50 بندقية آلية، 33 بندقية خرطوش، 9 مسدس، دانتان مدفع، تلسكوب قناصة، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 1701 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4315 قطعة سلاح ناري، من بينها 2 جيرينوف ورشاشان، و845 بندقية، و401 بندقية آلية، و260 مسدسا، و2805 فرد محل الصنعة، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 7312 طلقة متنوعة، إضافة ل 6578 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 10 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة، وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 69 تشكيلا عصابيا ضموا 202 متهما قاموا بارتكاب 305 حادث متنوع. كما تم ضبط 671 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وكشف غموض 213 حادث ما بين خطف وقتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 342 متهما، كما تم إعادة 34 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,170,066 حكما قضائيا، من بينها 9,307 حكم جناية و778,932 حكم حبس و1,073,174 حكم غرامة و308,653 حكم مخالفة. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر من ضبط 6229 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 6565 متهما وبحوزتهم ما يزيد عن 503 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 756 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 95 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 105 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 358,342 قرص مخدر.